استشهد 7 مدنيين وأصيب 4 آخرون بثلاث قذائف هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية على تجمعات سكانية في مدينة حيس جنوب الحديدة. وقال مصدر محلي إن الميليشيات أطلقت القذائف من مواقعها في جبل رأس على 3 منازل في مدينة حيس. ووفقا للمصادر فإن القذائف تسببت في استشهاد 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال ونساء. هذا وشهدت المدينة تظاهرة شعبية تطالب المشاركون في قوات الجيش الوطني بملاحقة من تبقى من عناصر الحوثي في جبل رأس والمجاعشة التي تعد مواقع تنطلق منها الميليشيا قذائفها نحو المدينة. ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية في مدينة حيس بالحديدة ينضم معنا عبر الهاتف الناشط الحقوقي سيد طارق سرور. سيد طارق، إذن المعلومات الواردة حاليا من حيس تقول أن هناك 7 شهداء جدد من المدنيين لقوا حتفهم نتيجة القذائف التي يطلقها الحوثيون على المدينة. هل من تفاصيل أكثر حول عملية القصف التي يقوم بها الحوثيون؟ أخي الكريم، للأسف الشديد هذه العمليات مستمرة منذ إعلان تحرير حيس، وهذا التحرير المنقوص والغير الكامل والذي تضرر منه بشكل كبير جدا إخواننا المدنيين في حيس، وأصبح بشكل مستمر وشبه يومي، وضحايا الوصول إلى ما يقارب 100 فرد من الأطفال والنساء والأفراد المدنيين. وحقيقة يجب أن يتوقف هذا الضرب على إخوان المدنيين، ونحث التحالف هنا بأن يستكملوا التحرير. التحرير سيظل منقوص وغير مقبول إذا لم تحرر حيس بشكل كامل، المناطق الجبلية منها والمناطق المعادية إلى جبل رأس ومديرية العدين يجب أن تحرر من الحوتة، وهي ليست الصعبة. طيران التحالف يتدخل بقوة ويجب عليه أن ينهي فعلا هذه المواقع. إذا التحرير الغير الكامل لمدينة حيس سيد طارق، وكما تقول أنت بأنه منقوص، يتسبب فعلا بسقوط الكثير من الضحايا من المدنيين داخل المدينة. نعم، يتوحر وصارت بشكل شبه يومي للأسف الشديد، وصار المدنيين يعانون بشكل أكبر مما كانت وهي بيد الحوثيين بشكل كامل. الان هناك تحرير لمركز المدينه فقط، بينما معظم اطراف بقيه المديريه لا زالت بيد الحوثه، وفيها جيوب حوثيه وفيها مجموعات من الحوثه يوصلوا يعملوا على ضرب اخواننا المدنيين واصابتهم بشكل شبه يومي، يعيشون اخواننا بحاله من الرعب الغير مقبول. طيب كيف بالإمكان حماية هؤلاء المدنيين إلى جانب استكمال التحرير الكامل للمدينة؟ والله لا يمكن حماية هؤلاء المدنيين إلا باستكمال تحرير المدينة. يجب أن تكون هناك إرادة جادة لاستكمال بقية هذه الديوك كما ذكرت لك سابقا. هذا هو الحل الوحيد لإنهاء هذه المأساة على إخواننا المدنيين في حيث. إذن أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي السيد طارق سرور، كنت معنا عبر الهاتف.